عندي حل بسيط وفعال للطفل المصاب بالبرد أو الزكام، والحل في المطبخ. تاخذين 3 ملاعق عسل طبيعي، وتذكري إن كل ما كان طبيعي أكثر كل ما كان مفعوله أقوى. العسل مثل ما تعرفون مليء بالفوائد ويعمل كمضاد طبيعي للبكتيريا. تضيفين عليهم 1 ملعقة خل تفاح، ويفضل أن يكون الخل من مصدر عضوي. الخل في حالة الزكام يحلل المخاط، وتضيفين عليهم 1 فص ثوم مهروس. الثوم أيضا يعمل كمضاد طبيعي للبكتيريا. تخلطينهم مع بعض وتعطين طفلك 1 ملعقة ثلاث مرات في اليوم إلى أن يطيب، فقط خلال فترة المرض مو بشكل متواصل. ولاحظي إني سويت كمية صغيرة عشان يتم فرش، ما سويت كمية أكبر مثلاً وحطيتها في الثلاجة، لأن في هالحالة مفعولها يقل وحتى طعمها يمكن يتغير. هذه الخلطة بالرغم من فوائدها إلا أن طعمها قد يكون غريب شوي، خاصة بالنسبة للطفل، لكن مع الوقت يتعود وبيستسيغها. حتى أنت لما تشوفين فوائدها بتبتدين تستعملينها لك وللعائلة. الطبيعة بين أياديكم، استغلوها واستفيدوا منها. هذا كان رأيي، والقرار قراركم.